هل يمكن أن تتخيلوا ماذا فعلت الغيرة بنجم المنتخب الإسباني سيسك فابريغاس؟ الرجل قام يغرد بالعربية. متابعوه فوجئوا بتغريدة يؤكد فيها فابريغاس أنه برفقة الممثل قصي خولي، وهو الممثل المفضل لزوجته اللبنانية دانييلا سمعان. فابريغاس كشف بهذه التغريدة عن غيرته من قصي لأنه يأخذ منه اهتمام زوجته بسبب مسلسل 5.5 المذاع في رمضان هذه الأيام. كثير من الجمهور لم يصدق هذه التغريدة، ولا حتى أن فابريغاس هو الذي كتبها. البعض برر أن سيسك بالتأكيد ليس لديه القدرة على الكتابة باللغة العربية بهذا التمكن، لكنهم لم يفوتوا الفرصة طبعاً وردوا عليه بأطرف التعليقات. عدد كبير من الجمهور توقع أن دانييلا زوجة اللاعب سيسك هي التي كتبت التغريدة بنفسها، أما البعض الآخر فشكرها لأنها علمت فابريغاس اللغة العربية ليكتب بها بهذا الإتقان، وكانت دانييلا سعيدة جداً بكل هذه التعليقات. لكن ما الذي يدفع الجمهور ليتوقع أن دانييلا هي التي كتبت التغريدة؟ الحقيقة هناك شيئان. الأول هو أن الصورة التي نشرتها دانييلا على إنستغرام منذ 3 أيام تقريباً، وظهرت في الصورة مع قصي خولي، وعلقت عليها: يا له من سرور كبير لمقابلتك يا قصي، أنت موهبة رائعة وروح نقية، فخورة برؤيتك على تلفزيوننا. أما الأمر الثاني، كانت صورة نشرتها دانييلا أيضاً في ستوري على إنستغرام، وكشفت فيها أنها كانت إلى جوار زوجها وقصي خوري أيضاً عند كتابة هذه التغريدة.